يشفي عن الذهب، الألماس، المعادن الثمينة والكهوف الفراغية. نظام البحث بعيد المدى التلقائي، وقد كانت شركة أجاكس السباقة في طرح هذا النظام كما لم يسبقها إليه أحد. وقد اعتمدت أجاكس في نظام البحث بعيد المدى التلقائي على بحوث ودراسات عدة وتجارب ميدانية تحت إشراف قسم البحث العلمي والتطوير ومهندسين وفنيين بخبرات عالية. نظام البحث بعيد المدى التلقائي يحتاج إلى دقيقة واحدة فقط ليقوم بالبحث مسافة أمامية تصل إلى 2850 متراً وعمق يصل إلى 50 متراً لتظهر لك نتائج البحث على شاشة الجهاز، والتي قد تكون عدة أهداف في آن واحد. ستقوم باختيار الهدف، ومن ثم تنتقل إلى حساب المسافة بين نقطة البحث والهدف، ومن ثم البدء بعملية تعقب مسار الهدف إلى حين الوصول إليه بشكل دقيق. عندها سيطلب منك ألفا الابتعاد مسافة 5 أمتار عن الهدف حتى يقوم بتحليل التربة ودراستها وإعطائك عمق الهدف بشكل دقيق. ثانياً، نظام البحث بعيد المدى اليدوي، وهو أحد أهم النظم في الكشف عن الذهب والمعادن، حيث يتيح لك هذا النظام اختيار الهدف الذي ترغب به من قائمة الأهداف الكثيرة التي يدعمها ألفا، والتي تحوي الذهب، الفضة، النحاس، الألماس، الكهوف الفراغية، ومعادن ثمينة أخرى. ألفا هو أفضل جهاز كاشف بعيد المدى والأكثر تطوراً وحداثة على مستوى العالم.